بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن شيء من تفسير سورة قل يا أيها الكافرون. تين بو ذي هنغ ذي د أن لا ذي زن مينغ. 今天我们学习关于苏拉图卡菲鲁的一章古兰经。نعم، يقول الله سبحانه وتعالى قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه。这张古兰经的第一个词 قل 你说，是安拉乌塔拉让使者说，也是对所有穆斯林的命令。نعم يا أيها الكافرون الكفار يعني غير المسلمين يهود أو نصارى أو مجوس أو ما إلى ذلك. يا أيها الكافرون 非信士们他们包含了所有的非信士，包括犹太教徒、基督教徒等等。نعم لا أعبد ما تعبدون هذا فيه أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا وأعلن بهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم. نعم 后面讲到 لا أعبد 我不崇拜后面讲不崇拜不崇拜卡菲尔也就是非信士们所崇拜的，这里面把信士的把信士和非信士要区分开。نعم ولا بد من التفريق بين المسلم والكافر. 这里面必须要区分谁是信士谁是非信士。وذكرنا وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين. 前面我们已经讲到了如何中正的作为信士如何中正的与非信士们相互交往。لا يمكن مشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وفي طقوسهم. 不能和非信士们一起过这个非伊斯兰的节日等等。ومع هذا نفي لهم بالعهود لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالأخذ الأموال أو بالسب. 同时不与非信士们产生过不不做不与不对非信士们做过分的任何行为。نعم إذن لا أعبد ما تعبدون سواء كان بالفعل هنا 我们不崇拜这也就是我们在崇拜的方面信士不崇拜非信士所崇拜的在行为上不做。يعني الآن هذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى作为我们使者所宣传的宗教不能崇拜安拉以外者。ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا واقع الكفار أنهم لا يعبدوا ما يعبد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يشركون مع الله. 作为卡菲尔，他们时常崇拜安拉以及安拉以外者，也就是对安拉有所举办。نعم وفي الآية أن العبادة لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم.إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لا يمكن تسقط العبادة عن أحد. 所有的公修都应当遵循使者的圣行，其他作为卡菲尔非信士他们的公修作为信士应当予以避免和杜绝。ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم هذا في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحقق هذا.بأمور ثلاثة بالقول والعمل والاعتقاد يعني يقول هذا ويعمل بهذا ويعتقد بهذا ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى 我不崇拜你们所崇拜的包含了作为我们的信仰必须要内心诚信口舌招认身体力行 وكذلك الكفار يعتقد ويعمل ويقول أنهم يعبدوغير الله أو مع الله. 作为非信士，他们也有自己的信仰，有自己的言辞，有自己的行动，但是他们不崇拜安拉，或者在崇拜安拉的同时举办安拉，还崇拜其他的被造物。لكم دينكم يعني هذا الذي يعني تعتقد وتعمل وتقول سيجازيكم الله سبحانه وتعالى به يوم الدين يوم الجزاء والحساب.لكم دينكم 你们有你们的宗教也就是你们对于你们宗的宗教的信仰以及言辞以及行为
在后世安拉都要予以清算。نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هؤلاء وأنذرهم من يوم الوعيد. 安拉塔拉这个派遣使者来传达这个经讯，来传达经讯，以便让人们有所警惕，在后世要有所清算。وليدين أي هذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به وسيجازين الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. وليدين 就是我有我的宗教，指的就是安拉所传派遣使者传达的宗教。这种宗教，安拉塔拉在后世要予以褒奖，要有乐园的报酬。نعم إذن هذه السورة فيها توحيد الألوهية توحيد العبادة. 这章古兰经其中所讲解的就是崇拜拜主独一，拜安拉独一，توحيد الألوهية所讲的。الوسطية في التعامل مع غير المسلمين. 还要中正的和非信士进行正确的交往。يتميز المسلم عن الكافر. 信士和非信士应当区分开来。ندعوهم إلى الله. 信士应当向非信士宣传安拉的宗教。نصرح بأننا لسنا من المشركين. 要这个非常明确的表达，我们并不是举办安拉的人。فيما نقول ونعمل ونعتقد. 对于我们所说的，我们所信仰的，以及我们的行为，都不是非信的，都不应当有非信的行为。هذه السورة تقرأ. 这节古兰经被诵读，这章古兰经被诵读。في الركعة الأولى مع قل هو الله أحد في الركعة الثانية في سنة الفجر. 我们在晨礼主命之前的两拜圣行拜的时候，第一拜和第二拜在开端章之后念的，第一拜应当念这章古兰经，第二拜应当念苏拉杜伊赫拉斯。في سنة الفجر. 在晨礼之前的两拜圣行。وسنة المغرب. 以及在مغرب婚礼之后的两拜圣行。وفي ركعتين الطواف.عندما يأتي المعتمر وطواف الحاج عندما يأتي أول طواف الزيارة. 我们在覆槽 طواف القدوم. 我们在覆槽和正朝的刚到这个 طواف القدوم 到麦加看到天房的之后，转完天房之后礼的两拜，也要念这两。古兰经 نعم تقرأ هذه السورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد في 也就是在第一拜念完法提哈之后念苏拉图尔卡菲鲁，第二拜念完法提哈之后念苏拉图尔伊赫拉斯，في سنة الفجر 在晨礼拜之前的两拜圣行，وسنة المغرب. 在宵礼拜对不起，在婚مغرب婚礼拜之后的两拜圣行。وفي الركعتين بعد الطواف يعني سنة الطواف في عندما يأتي المعتمر ويطوف بعد الطواف وكذلك في طواف القدوم للحاج. 在覆巢转天房之后礼的两拜圣行，以及正朝刚到天房转天房之后的两拜圣行。نعم وكذلك في الوتر. 以及在 وتر 单数拜。يصلي ثلاث ركعات الوتر. 礼三拜单数拜的时候。في الأولى بعد الفاتحة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. 在三拜这个单数拜的第一拜，在开端章之后念苏拉图阿尔拉。وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون. 在第二拜的念完开端章之后念苏拉图卡菲隆。وفي الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. 在第三拜念完开端章之后念قل هو الله أحد. يعني يفتتح أول النهار بالتوحيد لأنه عندما يقرأ قل يا أيها الكافرون توحيد الألوهية.وقل هو الله أحد توحيد الربوبية والأسماء والصفات يعني افتتح أول النهار
بأنواع التوحيد الثلاثة. 我们在肯里的这个两拜圣行念这两个素儿，其中包含了这个认主独一啊、拜主独一啊、归信安拉的尊名与品性啊的独一啊，包括这三个方面。 كذلك أول الليل. 以及在我们夜的开始. ويختم الليل كذلك. 在这个夜里礼拜礼夜公拜也要念。 ونهاية الطواف. 在转天房之后，也要念。 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. 祈求安拉瓦塔拉保护我们，使我们这个最后的结局在拜主独一的陶海德上。والله أعلم. 安拉支持。